السلام عليكم، لاباس؟ نتمنى تكونوا في افضل الاحوال. جيت معكم في هذا الفيديو هادي بالتاكوس. كيف ما كتشوفوا معايا كيجي كيحمق. اول حاجه كنبداو بها هي كنقطعوا الصدر ديال الدجاج شرائح كيف ما بغينا، كاين اللي كيبغيهم طويلين، كاين اللي كيبغيهم صغار، المهم على حساب الرغبه ديالكم. نتمنى تجربوهم وتردوا عليا الاخبار. ومع دابا دخل رمضان، ونتمنى لكم عواشر مبروكة، دخل عليكم بصحة وسلامة، وانتم باش تمنيتو ان شاء الله يا ربي. وفي رمضان كي تستهلك هاد التاكوس بزاف، عزيز على الصغار والكبار، سورتو الصغار فاش كيكونوا غادي للمدرسة ولا مع الوليدات صغار مساكن ما تيعيسهم وما والو، كيصلح ليهم هاد التاكوز. المهم هنايا درت ليه الموطاغ، وزدت ليه الصوجة، انا كنحماق على الصوجة، وزدت ليه صوص بيكونت، وزدت ليه المسحوق ديال التومة، وكل واحد يدير العطرية كيف ما بغى. زدت الملحة، الإبزار، الخرقوم، تيعجبني حتى الخرقوم تيعطي واحد اللون زويون، وخلاص سكنجبير حقاش الدجاج كيحتاج سكنجبير. وشي شويه ديال الخل. صافي كنخلط العطريه ديالي مع الدجاج ونخليهم يتشربوا مزيان. وكنقطع الفريت، كنقطعو بطاطا على هذا الشكل هذا، بالنسبه للكميه على حسب افراد العائله، داكشي علاش انا ما تنحددش الكميه. صافي هنايا من بعد ما سخن ليا الزيت درت واحد شويه ديال لدان. حنا عندنا الاب ديالي مريض الله يشافيه، كياكل مسوس، الوغ هذا كنخلطو ليه بوحديتو، ما فيش الملحه وما فيش ما فيش الربيع. صافي كنديروه فوق المقله، يكون الزيت ديجا سخون. من بعد ما كنشوفو تقلى ليا من جوج جهات كنزيد ليه شي شويه ديال الحليب. بالنسبه للحليب كيخلي الاخر في الصدر ديالنا يجي رطب، وفي نفس الوقت حقاش هذا مسوس ما باش ما يجيناش ناشف في الطاكوس. واللي يبغى ما يزيدش الحليب ماشي مشكل، ما تزيدوش، اختياري. صافي وكنخليوه كيتشحر فوق البوطه حتى نشوفو داك الحليب بدا تيشرب
بدات يشربوا لنا الصدر. هنايا انا زدت شي شويه الزعتر، هي باش نسموه شي شويه، راكم عارفين الحاجه المسوسه ما تجيش كاع بنينه. صافي هنايا راه وجد ليا، كنحيدو من المقله، وفي نفس الوقت كنبدا ندير العدس اللي ديجا شرملتو معاكم، وفي نفس الوقت الفريت دايره كتقلى. وجدت ليه تا هو شي شويه الزعتر، تيعطي واحد النكهه زوينه للطياب. وشويه ديال الحليب، كيف قلنا الحليب راه كيخلي الصدر يرطب، و حتى هو كيدير الاضافه ديالو. باش كنديروه في طاكوس ما تيجيش ناشف، تيجي شويه فيه لاصوص. صافي من بعد ما تقلى لي كلشي ديالي، كنجي كنشد الخبز ديال طاكوس. بالنسبه لهاد لا كريم الاولى ما توفرتش عندي انا صوص الجيريان، يعني درت فيها غير الكاتشوب مع المايونيز ومع صوص بيكانت. صافي كندهن الخبزه ديالي بحال هكا، بالنسبه للتعمار كل واحد والطريقه ديالو. بالنسبه لهذه درت فيها الفخوماج هو الاول، درت من فوق منه العدند، درت ليه شويه ديال الموتزاريلا، حتى هي كتجي كتعطي واحد التعليكه زوينه. صافي وزدت ليه شويه ديال المايونيز من الفوق، حيت تاكوس ما تيبغيش الواحد يكون ناشف، لي صوص هما اللي تيزينه. صافي وغادي ندير دابا الفريت. وغادي نحاول نسدو. صافي وغادي يبقى لينا نبريسيوه ونقدموه وبالصحة والراحة. وهذه اللي غادي نعملها مسوسة، يعني ما ندير فيها لا فرماج لا لي صوص، درت فيها نيشان لا دانت مسوس. وزدت ليها موتزاريلا،
صافي. و حتى الفريت درتها مسوسه، حتى هي غادي نزيدها عليها. صافي وغادي نسدو، وتا هو غادي يبقى ليه غير يتبريسا وبصحة وراحة. وإلا كنتو وصلتو حتى للنهاية ديال لا فيديو ونالت الإعجاب ديالكم، نتمنى تخليو ليا لايك واشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد إن شاء الله. وفرجة ممتعة، وشكرا على المشاهدة، وبالصحة والراحة، ونتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم.